استقبلت صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم الخليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله بمقر المجلس صاحبة السمو الملكي الأميرة لمياء بنت ماجد آل سعود الأمين العام لمؤسسة الوليد للإنسانية. ورحبت صاحبة السمو الملكي بسمو الأميرة لمياء بنت ماجد آل سعود مشيدة سموها بالإرادة السياسية الداعمة لحضور المرأة السعودية لتعزيز مساهماتها في نهضة وطنها وإبراز مساهماتها الواضحة في مختلف المجالات. كما نوهت سموها بالجهود التي تبذلها مؤسسة الوليد للإنسانية بمبادراتها النوعية حول العالم على مدى 40 عاما ماضية، خصوصا على صعيد تنفيذ مشاريع تنموية شاملة. وخلال اللقاء أوضحت صاحبة السمو قرينة عاهل البلاد المفدى ما يتولاه المجلس من مسؤوليات كآليات وطنية معنية بمتابعة تقدم المرأة البحرينية، وما يشهده المجلس من دعم سياسي رفيع المستوى يتجسد في اعتباره جهة استشارية رسمية لصاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى الذي تفضل بإصدار أوامره السامية باعتماد الاستراتيجية الوطنية لنهوض المرأة البحرينية كأول استراتيجية من نوعها تعتمد من قبل رأس الدولة على مستوى المنطقة، وهو ما فتح مجالا واسعا للعمل مع جميع مؤسسات الدولة من أجل تعزيز مشاركة المرأة في المسيرة التنموية. وأشارت صاحبة السمو الملكي أنه تفعيلا لدور المجلس كبيت للخبرة في شؤون المرأة، فإنه يعمل على إدارة المصادر المعرفية وتأسيس قواعد البيانات النوعية، ويشرف على عملية إعداد ونشر الدراسات والأبحاث المتعلقة بالمرأة، وهو ما نتج عنه تأسيس مرصد نوعي لمؤشرات تقيس تنافسية المرأة محليا ودوليا. مؤكدة سموها أن مملكة البحرين على أتم الاستعداد لنقل تجربتها وخبرتها العملية كبيت خبرة متخصص ونوعي في مجال تقدم المرأة، مشيرة في هذا السياق إلى مبادرة البحرين في إطلاق جائزة عالمية لتمكين المرأة بعد أن تمكنت الجائزة الوطنية من تحقيق نتائج إيجابية في تشجيع المؤسسات على إدماج احتياجات المرأة ورفع مستويات مشاركاتها في التنمية. وخلال اللقاء قدمت الأستاذة هالة الأنصاري الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة عرضا خاصا حول آليات النموذج الوطني لحوكمة تطبيقات تكافؤ الفرص، ومن أهمها المرصد والتقرير الوطني لمؤشرات التوازن بين الجنسين. من جانبها أشادت صاحبة السمو الملكي الأميرة لمياء بنت ماجد آل سعود الأمين العام لمؤسسة الوليد للإنسانية بجهود المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم الخليفة قرينة جلالة ملك مملكة البحرين، مشيرة إلى تطلع مؤسسة الوليد للإنسانية إلى الاستفادة من تجربة البحرين الرائدة إقليميا في مجال تقدم المرأة، مؤكدة أن هذه الإنجازات ما كانت لتتحقق لولا الرؤية الملكية لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة التي تتجسد في إنجازات نوعية تحققها المرأة البحرينية، مستندة في ذلك على تاريخ عريق لمشاركة المرأة في مسيرة البناء الوطني.